البوليساريو تتبنى هجوم الثمار الإرهابي. أكدت جبهة البوليساريو الانفصالية مساء أمس الأحد 29 أكتوبر الجاري أن مقاتليها شنوا هجمات جديدة ضد القوات المغربية المرتكزة في مناطق بالصحراء، وذلك بعد ساعات من إعلان مغربي عن تسجيل انفجارات بمدينة الثمار. وأوضحت الجبهة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية واس أن الهجمات التي استهدفت مناطق المحبس والثمارة والفرسية خلفت خسائر فادحة في تقنيات وتخندقات العدو. وجاء بيان البوليساريو في أعقاب بلاغ للسلطات المغربية أعلنت فيه عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في 4 انفجارات بمدينة الثمارة في الصحراء المغربية ليلة يوم السبت والأحد. وحتى الآن لم تكشف السلطات المغربية مصدر انفجارات أو طبيعتها، معلنة فتح تحقيق جديد في الحادث. وعثر صباح اليوم الاثنين 30 اكتوبر 2023 في مدينة الثمارة على جثة شخص داخل منزله بالحي الحسني، وقد هرعت إلى عين المكان السلطات الأمنية والمحلية والوقاية المدنية للقيام بالإجراءات اللازمة لمعرفة ظروف وفاة الهالك ونقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالثمارة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.